خطوة ان انت تشتري غسول دي خطوة مهمة جدا، يمكن اهم خطوة عشان البشرة تبقى منورة وما يحصلش فيها اي مشكلة. لو انت استخدمتي غسول منك لنفسك او اشتريتي اي منتج واخدتي منه حتى لو نتائج كويسة في البداية، بس انت ممكن بعد كده يحصل لك مشاكل كبيرة قوي انت في غنى عنها، ده عشان انت متعرفيش مكوناته او تركيبته. فعشان كده انا بهتم جدا ان انا قبل ما اشتري اي منتج او اتكلم عنه اهتم بالتركيبة واعرف مكوناته، وهو ده الغرض من القناة. اليوم هكلمك عن غسول ميلاتكس، من الغسولات المعروفة جدا ان هي بتساعد في تخلص البشرة من الجلد الميت والخلايا التالفة، بتعقم البشرة، بتنظف وبتفتح المسام، بتوحد لون البشرة وبتفتح الوجه وبتبيض الوجه، بتعالج كمان اثار الحبوب. ده غير ان هو كمان من الحاجات اللي بتحافظ ان البشرة دايما تكون نضرة وصافية لأطول فترة ممكن. تعالوا نتعرف عليه اكتر، نعرف مع بعض مميزاته، طريقة استخدامه، كل حاجة عنه، سعره. فلايك على اللايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة. من الحاجات اللي بيعملها غسول ميلاتكس للبشرة، اول حاجة ان هو بيقلل من صبغة الميلانين في الجلد، بيزيل الرؤوس السوداء، في نفس الوقت هو خفيف على البشرة ونقدر نستخدمه كمزيل للمكياج، وبيعالج الحبوب اسفل الجلد وكمان بيعالج الحبوب الدهنية وبيزيل اثرها. طريقة استخدامه هي سهلة وبسيطة، ان هو بيحطه على المنطقة الداكنة او المصابة على بشرة تكون مبلولة، ونبدأ في تدليكها برفق، وبعدها بنشطف الوش كويس جدا بالمية، وبنستخدمه ممكن مرة او مرتين على حسب البشرة او على حسب خروجك. يعني انت لو بتخرج كتير في التراب والغبار وتعرضي بشرتك لحاجات كتيرة بيئية ضارة، فهنغسل بشرتنا مرتين. لو مش متعرض للكتير من الحاجات دي فممكن تستخدمي مرة واحدة. اضراره او الحاجات اللي انا مش بحبها فيه ان هو ممكن شوية يسبب حساسية، خصوصا اصلا لو انت بشرتك حساسة. فالاول بنعمل تيست كده واختبار حساسية قبل استعماله. منصحش ابدا بنحطه على اماكن فيها حروق او جروح مفتوحة او حالات التهابات او امراض جلدية، فنتحط الاكتر على الجلد يكون غير مصاب باي مشاكل اللي احنا قلناها دلوقتي. من الحاجات الحلوة بنور لانه في نوع من انواع من اهم الفيتامينات للبشرة اللي بيساعد في تفتيح ويوحد لونها، وبيشيل معاكي البقع الداكنة والفراغات، بينظف البشرة بعمق، بالاضافة ان هو امن لكل انواع البشرة وبيساعد ان البشرة دايما تكون مترطبة. كمان الغسول فيه مادة من المواد الطبيعية اللي بتساهم في علاج حبة الشباب وتخلي بشرتك تبقى منورة، وتخلص البشرة أو بتقلل من صبغة الميلانين، وبترطب البشرة وبتفتحها مع الاستخدام المتكرر. أتمنى كمان إن انتوا تشاركوني تجربتكم معاه، سواء كانت تجربة إيجابية أو سلبية. النهاردة أنا قلت رأيي فيه، شاركوني برأيك لأن رأيك مهم جدا بالنسبة لي. أما الفيديوهات السابقة موجودة وظاهرة على الشاشة وهتفرجوا عليها، أتمنى على رضاكم.